السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد ابن عبد الله النبي الامين وعلى اله الطيبين وصحابته المباركين واتباعهم باحسان الى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد أحبتي في الله إخواني وأخواتي السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته ومع الحلقة الثالثة والعشرين من سلسلة التطور السلسلة الأولى المؤيدات أو الدلائل والمؤيدات حديث إليكم أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة عن بقايا التاريخ أو عن شواهد التاريخ بخصوص التاريخ البشري يقال التاريخ شخوص وأحداث تقع في أزمنة ما وفي أمكنة ما أما الزمان فسيل منساب لا يتوقف وأما الشخوص فيهلكون بلا شك كل من عليها فان وأما الأحداث بحد ذاتها فأعراض ولا يبقى إلا شواهد التاريخ لا يبقى إلا شواهد التاريخ التي تدل عليه ونستوثق بها على ما وقع منه. شواهد التطور اخواني واخواتي شواهد محفوره في البناء للمتعضيات في هياكل واعضاء الكائنات الحيه. شواهد باقيه من التاريخ من تاريخ التطور. اذا طبيعه هذا النمط او هذا النوع من الادله ليس من طبيعة الأدلة الأحفورية مثلاً. إنه من طبيعة مختلفة. لا نتحدث عن أحافير، إنما نتحدث عن كائنات حية. بما فيها نحن. النوع الإنساني. بني البشر. وهذه الشواهد كثيرة ومثيرة. هذه الشواهد الشواهد إخواني وأخواتي كثيرة ومثيرة. لكن أريد أن أمهد. ونقدم بين يدي حديثي عن هذه الشواهد التاريخية على التطور بتفرقة سريعة بين مصطلحات ثلاثة ينبغي أن نكون على دراية أعتقد واعية ودقيقة بالحدود الفاصلة بينها مصطلح التشاكل ومصطلح التناظر ومصطلح السيمترية هيمولوجي تشاكل أناليجس التناظر سيمتري السيمترية الفرق أحيانا نرى بعض الناس حتى بعض الدارسين والكاتبين يعادل بين هذه المصطلحات الثلاث يقول يشاكله يناظره فيه مشاكلة فيه مناظرة فيه سيمترية غير صحيح هي مصطلحات مختلفة إلى حد بعيد نبدأ بالمصطلح الأول وهو التشاكل يهمنا في حلقتنا هذه وربما في حلقة أخرى تتلوها الهيمولوجي التشاكل إخواني وأخواتي يشير إلى الأصل المشترك للأنواع المتعددة المتفرعة من هذا الأصل المشترك بمعنى أنه يشير إلى المخطط العام يشير إلى المخطط العام هذا المخطط العام يأبى إلا أن يفرض بصمته وطابعه في الأنواع المختلفة التي تتشاركه، التي تتشاركه. فمثلاً إذا تحدثنا عن يد الإنسان، عن يد الإنسان، نقول إنها تشاكل، إذا هنا مشاكلة، جناح الخفاش البات. تشاكل جناح الخفاش، مشاكلة. لماذا؟ لأن الإنسان ثديي، والخفاش ثديي، ولهما أصل مشترك، في نهاية المطاف لهما أصل مشترك. كما هناك أصل قريب يجمعنا بالشمبانزي مثلا وأبعد منه قليلا يجمعنا بالغوريلا وأبعد منهما قين يجمعنا بالأورانج أوتان هناك أصل أبعد من هؤلاء جميعا يعني يجمعنا بالخفاش والخفاش ليس طائرا انتبهوا الخفاش ليس طائرا بمعنى إيه؟ أنه من الطيور إنما هو من الثدييات وهو الثديي الوحيد الذي يطير يوجد على هذا الكوكب ثديي واحد وحيد يطير. طبعا الان الانسان ايضا ثديي يطير لكن باجنحه صناعيه وليس باجنحه هيكليه باجنحه في هيكله اه يطير بطريقه اخرى يطير مجازا فهذا ثديي الخفاش من الثدييات وليس من الطيور. طيب اذا يد الانسان تشاكل جناح الخفاش العوام يقولون الخفاش الافصح الخفاش بالضم البات هذا جميل كيف تشاكله لو نظرنا أيها الإخوة في هذا الجناح هناك نوع من الخفافيش تسمى خفافيش الفاكهة المصرية Egyptian fruit bats خفافيش الفاكهة المصرية ابحثوا عنها في النت سوف ترون بعض اليوتيوبات والمقاطع يعني وبعض الصور طبعا التشريحية عجيب جناحه شفاف ترانسبرنت جناحه شفاف يمكن أن ترى أنت إيه وجه المشاكلة خمسة عظام بدل الأصابع الخمسة تم مطها أيها الإخوة على إيه؟ على مدى هذا الجناح على مدى هذا الجناح غير المريش الجناح الجلدي الجناح الجلدي وليس جناحا من ريش إذا نستطيع أن نقول الأصابع الخمسة موجودة لكن تم إيه؟ تمطيطها وتمديدها أو حتى اختزالها بطريقة أو بأخرى هذه مشاكلة إذن يد الإنسان تشاكل جناح الخفاش لكن المناظرة أنا ليكس. لدينا جناح الخفاش وجناح الحمامة. لدينا جناح الخفاش وجناح الحمامة إنهما متناظران، وليس متشاكلين. الحديث ليس لغة. هذا حديث علمي هذه تفرقة علمية، ليس كلام على مستوى المعجم يعني في اللغة العربية لا لا, لا هذا كلام علمي. وهذه التفرقة مجلوبة طبعا مجلوبة من هذه الدوائر العلمية وهذه مصطلحاتها وهذه مصطلحاتها تناظره إذا المناظرة أحبتي في الله على مستوى ماذا؟ الفانكشن على مستوى الوظيفة لأن هذا جناح للطير فلاينج وهذا جناح للطير الوظيفة واحدة الوظيفة واحدة لكن ما في مشاكلة ما في مشاكلة يعني لن تجد أصابع خمسا أو عظاما لأصابع خمس أو شيئا شبيها بهذا لن تجد هذا هنا ريش جناح حمام هذا أي ريش بالطريقة المعروفة لكن هذا جناح وهذا جناح هذه المناظرة هذه المناظرة على مستوى ماذا؟ على مستوى الوظيفة على مستوى الوظيفة على مستوى الوظيفة لا توجد مناظرة بين يد الإنسان وجناح الخفاش يد الإنسان للقبض والتصرف والإمساك وجناح الخفاش للطيران هذا طيران وهذا قبض ما في مناظرة على مستوى الوظيفة، لكن في مشاكلة الهيمولوجي، اه، في مشاكلة بين جناح الخفاش وبين يد الانسان، شرحناها. يوضحها علماء الاحياء وخاصة علماء الاحياء التطوريين يعني نخص بالذكر منهم بالقول: لو اننا افترضنا ان هذا او هذه البنية مرسومة على مطاط، على سطح مطاطي. يمكن بقليل من المط أو قليل من الضغط أن يحدث تشويه تغاير لهذا الشكل بحيث يطول هنا قليلا أو يقصر هنا قليلا أه؟ نتصرف فيه كيفما نريد لكن في نهاية المطاف البنية واحدة المخطط واحد المخطط واحد يعني هناك طير أيها الإخوة منقر هو لم يكن يطير الحقيقة زاحف لكن كان له ريش كان له ريش مجنح يعني منقرض اسمه بتيرو داكتيل, ابتيرو داكتيل نفس الشيء حين تنظر إلى جناحه كما تعرضه الأحافير يشاكل جناح الخفاش ويشاكل يد الإنسان وفيه عظام لأصابع خمسة لكن يبدو أنه تم تمديد تطوريا طبعا بالتينكرينج هذا ما يسميه علماء التطور الآن المحدثون تينكرينج يعني السمكره مثل السمكره التطور لا يشتغل على خطط مجدده او جديده ما في كل مره يعني خطه جديده ويبدأ منها ابدا هي خطه واحده اور قديمه واحده يتم دائما العمل عليها سمكره نوع من ومن هنا تأتي العيوب امبرفكشنز تأتي العيوب لا نجد الاشياء كلها دائما ايه بيرفكت لا امبيرفكت يعني غير دقيقه غير كامله لماذا لانه ما في تصميم يقول علماء التطور ليس هناك تصميم حقيقي كالذي يتحدث عنه رجال الدين مسيحيين ويهود ومسلمين تصميم ذكي مسبق على يد خالق طبعا نحن لا نوافق على الكلام هذا انتبهوا ونحن نعرض كما دائما ننبه نعرض الاشياء كاننا نتقمصها في هذه المرحله من مراحل الشرح العلمي ويبدا الشغل عليها يبدا الشغل عليها كما قلنا فكانها مصنوعه على كما قلنا مساحه مطاطيه نمدها هنا نبسطها هنا نخبطها هنا نضغطها هنا فهذا البتروداكتيل اي أيوه، بتروداكتيل عفوا الخنصر اصبعه الصغير ممدود بشكل عجيب جدا طويل وعليه يقع عبء حمل الجناح وتدعيمه على اصبع واحد تقريبا والاربعه موجوده لكنها ايه؟ أقصر بكثير، هذا أطول واحد خلاف ما في الإنسان والخفاش مثلا، لكن خمسة أصابع أيضا، خمسة أصابع، هذا هو ايه؟ السمكرة أو التنكرينج، حدث له سمكرة، مشاكلة أيضا، جناح هذا الحيوان المنقرض الزاحف المريش المنقرض أيضا يشاكل يد الإنسان ويشاكل جناح الخفاش، إذا هذه المشاكلة وهذه المناظرة بقي ان نشرح السيمتريه ان نشرح السيمتريه السيمتريه تكون في الكائن الواحد لا نتحدث عن سيمتريه بين كائنين لا 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 في الكائن الواحد فنقول انه متناظر شمال يمين شماله كيمينه ها رايت ليفت سيمتريكال نقول مثلا ها هو ها؟ شمال يمين متناظر الانسان مثلا كائن سيمتري الانسان كائن سيمتري نستطيع ان نشقه وهما بشكل طولي هكذا فنجد عينا هنا وعينا هنا، منخرا هنا ومنخرا هنا، أذن هنا وأذن هنا، يمين، شمال رجل، قدم نفس الشيء نصف الفم نصف الفم الآخر متناظر الإنسان فيه سيمترية معظم الحيوانات فيها سيمترية فيها سيمترية القشريات مثلا كانت البحرية المشهورة فيها سيمترية لكن قنديل البحر مثلا، ليس فيه سيمترية نجوم البحر إلى حد ما ليس فيها سيمترية القشريات فيها سيمترية سوف نشرحه ربما في حلقات مقبلة هذه هي السيمترية هذه هي السمترية وبهذا نكون قد مهدنا أيها الإخوة لحلقة هذا المساء وربما لحلقة لها إن شاء الله تعالى طيب نعود إلى التشاكل الخلاف إذا في التشاكل يكون في ماذا يا إخواني في التناسب أو في النسب يعني في التناسب او في النسبه كما قلنا قبيل قليل الاصبع الصغير هنا يكون مثلا ايه اصغر في الحيوان المنقرض تيرو داكتيل يكون اطول بكثير لكنه موجود ايضا موجود احيانا ايها الاخوه قد تختفي عظمه او عظيمات تختفي وقد تزيد في كائن ما عظمه او عظيمات هذا يحدث موجود الشرط دائما نفس العدد من ايه العظيمات أو العظام، لكن البلان أو الخطة العامة هي نفسها. نفس المخطط، واضح إنه نفس إيه؟ المخطط. وأحياناً تتساوى حتى إيه؟ في الأعداد، تتساوى في الأعداد، لكن ليس بالضرورة، ليس بالضرورة. هذا لا يؤثر على التشاكل، على وقوع وعلى صحة المشاكلة، لأن الخطة العامة هي نفسها، الخطة العامة هي نفسها. جميل. إذاً أعتقد من خلال حتى مثال الخفاش. أيها الإخوة نكون قد ضربنا أيه؟ مثلا للمشاكلة وهو مثال نمطي يتكرر كثيرا في كتب التطور لكن ما سبب هذه المشاكلة هو ما ذكرته قبيل قليل اشتراك هذه المتشاكلات في جد واحد في سلف بعيد مشترك كومن أنسيستر كما يقال في سلف بعيد مشترك ونحن نعلم طبعا أن الثدييات ظهرت على وجه البسيطة قبل 250 مليون سنة. لحقتها بعد ذلك الطيور ب 50 مليون سنة أي أنها ظهرت قبل ماذا؟ قبل 200 مليون سنة. فهذا الذي يجعل بين الطيور تشاكلات وبين الثدييات تشاكلات. في نهاية المطاف نحن سنجد بين كل المخلوقات تشاكلات. في أنواع من التشاكلات تزيد وتنقص تنجلي وتضح وأحيانا تغمض وتختفي بحسب درجة البعد والقرب لماذا؟ لأنها في نهاية المطاف كلها تنحدر من سلف واحد وحيد في نهاية المطاف من أصل واحد من أصل واحد يعني تحدثنا مثلا عن الطيور وعن الثدييات وعن الزواحف كل هذه المخلوق طبعا الطيور الثدييات منحدرة من زواحف كل هذه بدورها منحدرة من ماذا؟ من كائنات مائية يعني منحدرة من سمكة، فالسمكة جد بعيد لكل هذه المخلوقات، ولذلك يمكن أن نجد تشاكلات بين هذه المخلوقات وبين ماذا؟ وبين الأسماك، وحدثتكم غير مرة وفي أكثر من حلقة عن كتاب العالم نيل شوبن، السمكة في داخلك أو سمكتك الداخلية، يور انر فيش، هذا الكتاب كتاب بديع ولطيف ومبسط إلى حد بعيد يوضح وجوه المشاكلة بين مخلوقات كثيرة في رأسها الإنسان وبين ماذا؟ بين جدها المشترك السمكة نحن <applause> كلنا أبناء السمكة شيء غريب وهي تشكلات عجيبة في الحلقات المقبلة سنذكر بعض هذه التشاكلات فيما يخص مثلا العصب الحائر الفيجس مثلا والعصب الحنجري هو أحد طبعا الفروع الأربعة للعصب الحائر وهو عصب قحفي جمجمي لمن درس التشريح حين نتحدث عن العصب الحنجري الراجع أو المرتد سوف نرى تدخل الأصل السمكي لنا في القصة وهذا شيء لا يمكن فهمه إلا بالعودة إلى أمنا أو جدتنا السمكة لا يمكن فهمه إلا بهذه الطريقة شيء عجيب هذا شيء عجيب وبديع طيب الآن ما تم تعديله تحدثنا عن التعديل وعن السم عن السمكرة أيها الإخوة فتم تعديله في الخفاش، ما هو؟ هو الشيء الذي يشاكل الأصابع في الإنسان، لكن هناك نوع من السحالي سحلية ما، سحلية معينة تسمى السحلية أو العظاء الطائرة فلاينج ليزرد، السحلية الطائرة، هي لا تطير في الحقيقة، هي تنزلق مثل الكولوجو، حدثتكم عن الكولوجو وعن الليمر الطائر، حتى الكولوجو يسمى الليمر الطائر أيضاً، فلاينج ليمر يعني من انواع الليمورات كما يقول العرب. نعم. هذه تنزلق بطريقه مشابهه، لا تطير يعني ايه؟ حقيقة، لكنها تنزلق فتسمى السحليه الطائره فلاينج ليزارد. الذي تم تعديله فيها ليس ايه؟ اليد. ليس عظام اليد، وانما الربس. الاضلع. تم تعديلها وتمطيطها ايها الاخوه، بحيث ايه؟ بحيث تصبح شبيهه بالاجنحه. تدعم إيه؟ أغشية أه؟ مثل أغشية الخفاش ومثل أغشية الكلو غشاء واحد كما قلنا من رأسه إلى مؤخرته بلا ذيل أه؟ الكلوج هذا الليمر الطائر. أه؟ فالتعديل هنا جرى ليس على إيه عظام اليد، إنما على عظام الصدر على الريبس أو الأضلاع. نفس الشيء مشاكل أيضا، والخطة العامة محفوظة وموجودة نفس الخطة أه؟ لكن كما قلنا نوع من التعديل نوع من البسط والمد نوع من البسط والمد أو القبض والتكثيف أو القبض والتكثيف طيب السكل أو الجمجمة الجمجمة البشرية تتكون إخواني وأخواتي من ثمانية وعشرين عظما من ثمانية وعشرين عظما هذه الأعظم أو العظام ترتبط ببعضها بدروز صلبة مثل السوستة يعني مثل السوستة بدروز صلبة في عظمة وحيدة كبيرة أيها الإخوة ومتحركة هي عظمة الفك السفلي في الإنسان وهي عظمة واحدة عظمة كبيرة هائلة ومتحركة هي التي تتحرك الفك السفلي ثمانية وعشرين عظما في الحيوانات الفقارية خاصة الثدييات كثير جدا منها الجمجمة تزيد ايه هنا تنقص هنا تختلف بعض العظيمات ايها الاخوه ولكن في النهايه المجموع 28 عظمه شيء عجيب آه يحدث تحوير في بعض اجزاء إيه؟ أي من عظام عظمه الفك السفلي مثلا بحيث يدخل بعضها ليكون ايه في الاذن الوسطى كما في التماسيح وفي نهايه المطاف المجموع واحد ثمانية 28 عظمه كل هذا نوع من الدلائل ونوع من القرائن على حصول ووقوع ماذا؟ الايفولوشن او التطور، اذا التطور وقع. واضح انه في ايه؟, إيه طبعا لو اخذنا هذه الدلائل وحدها هكذا واكتفينا بها او وقفنا عندها سيقول اي خلقوي او اي تكويني يعني يقول لا 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 ابدا ما المشكله يعني؟ هناك طريقه لله في الخلق الله اعتمدها هنا وهنا وهنا, وهنا وفي كل مكان. ما المشكله يعني؟ ما لهاش علاقة بالتطور ولا بالتطوير لكن إذا جمعنا هذه الأشياء الأدلة التي سبق ذكرها والأدلة التي ستأتي خاصة اليوم في حلقة اليوم والحلقة التي ستأتي أه لا تصبح هذه المقاربة الخلقوية ضعيفة جدا لا تستطيع أن تفسر وسوف نرى أشياء كثيرة وهي الأشياء التي تختص أو تتعلق بعيوب التصميم لو في تصميم هناك عيوب ولا يمكن ان ينسب العيب الى الله تبارك وتعالى تقول لي مصمم وذكي واله وقادر على كل شيء وعيوب حقيقيه واقعيه تلمسها بيدك عيوب وما من عالم محترم الا يقول لك هذا عيب لكنها في الحقيقه ليست عيوب تصميم هذه منتوجات التطور منتوجات السمكره هكذا التطور هنا يستطيع ان يقارب المساله بطريقه مفهومه ومعقوله وعلميه الخلقوية لا تستطيع تفشل تماما سوف نرى هذا إن شاء الله بعيد قليل تماما الآن قد يتساءل بعض الناس طيب الخفاش هذا الثدي تطور بحيث يطير بجناحين جلديين وليس بجناحين مريشين لماذا لم يتطور في اتجاه أن يكون له ريش أفضل له وسيكون أكثر رشاقة وأكثر لياقة في طيرانه، أكثر كفاءة. لماذا لم يتطور في هذا الاتجاه؟ لماذا لم يتطور في هذا الاتجاه؟ بلا شك طبعا، يعني إذا ذكر الطيران يذكر ماذا؟ الريش. يذكر الريش. وهذه حالة نادرة. كما قلنا في الثدييات هذا الثدي الوحيد. وذكرنا اي كائنات أخرى تنزلخ هي في الحقيقة لا تطير طيرانا حقيقيا. بمثل هذه الجلديات، بمثل هذه الأغشية الجلدية. لكنها لا تطير كما تطير الطيور فلماذا لم يتطور الخفاش في هذا الاتجاه هذا السؤال يعجب به التطوريون ويرون انهم اسعد بالجواب عنه من الخلقويين او التكوينيين يقولون ببساطه لان الخفاش ليس منحدرا من الطيور جده البعيد لم يكن طيرا انما كان ماذا كان حيوانا ثدييا ولذلك كان ينبغي أن يكون التطور في هذا الاتجاه وهذا هو المفهوم وهذا هو المعقول هذا هو المفهوم فعلا وهذا هو المعقول لكن لو كان طيرا عاديا أو ينحدر من طيور أكيد كان سينتهي إلى ماذا؟ إلى جناحين بريش ويطير مثل كل الطيور لكنه في الحقيقة ثدي وطبعا هذه ليست العلامة الوحيدة على أنه ثدي لا فيه سائر علامات فيه سائر العلامات الخفاش يلد ولاده والخفاش يرضع صغاره ثدي واضح انه حيوان ثدي ما في لا يبيض كما تبيض الطيور النسر العظيم هذا امبراطور السماء هذا يبيض الخفاش يلد تماما كما تلد ثدييات البر وكما تلد الاطوم او خنازير البحر والدلافين والحيتان لانها ثدييات ايضا وفيها ايضا سائر صفات الثدييات وهذا يؤكد انها ثدييات وأنها متطورة، كما قلنا في الحلقات السابقة، عن اصول ماذا؟ عن اصول ثديية برية، واضح، مسائل واضحة، فبالعكس هذا السؤال ايها الاخوة، يكون التطوريون اسعد بالجواب عنه، مؤكدين بكلمة واحدة: ان التشابهات او التشاكلات مسألة عائلية، مسألة عائلية، من أي عائلة أنت؟ أنا أستطيع أنا أحدث بالاتجاه الذي ستذهب إليه في التطور في تطورك من أي عائلة هل أنت من الطيور أو من الثدييات لا أنا الخفاش من الثدييات انتهى أستطيع أن أحدث أين ينبغي أن يذهب هو ذهب في الاتجاه الصحيح ولا يمكن إلا أن يذهب في هذا الاتجاه أما أن يتحول إلى إيه إلى طائر بريش أيها الإخوة ويلتحق بالطيور بالكامل لا لأنه ثديي، لأنه ثدي حيوان ثدي الى الان تطوره منطقي تماما تطوره منطقي تماما لدينا ايها الاخوه دويبه صغيره عجيبه طبعا اعتقد اننا جميعا رايناها ونحن صغار آه. تمشي في طين الارض وكذا مشهورة جدا المعروفه ايه بحمار قبان بحمار قبان بيل باك. بيل مثل بيل يعني حبه الدواء او كذا بيل باك. البق يعني اه البق حمار قبان حمار قبان هذا يوجد منه نوعان حمار قبان قشوري له اصول ايه مائيه متطور من قشريات مائيه وحمار قبان ونفس الشكل تقريبا يعني يصعب على غير متخصص أه لاول مره او لاول حتى مرات ان يميز بينهما نفس الشكل ويتكوران بنفس الكيفيه يكون هكذا ثم يتكور يصبح كرة كرة مثل كرة تماما يعني اكتبوا هذا في اليوتيوب سوف ترون أفلام كثير جدا عنه بيل بق هذا يتكور وهذا يتكور إذا رأيتهما وهما متكورين لم تستطع أن تميز بينهما تقريبا إلا أن تكون متخصصا إلا أن تكون متخصصا لكن هذا حيوان أو دويبة برية من البر أرضية فعلا وتلك متطورة من سلف مائي كيف عرفنا؟ وايش الدلائل؟ وايش الدلائل؟ حمار قبان القصوري الذي له اسلاف حديثه مائيه يتنفس بالخياشيم جلز لديه جلز يتوفر على جلز على خياشيم هذا دليل كبير وقوي على انه ينحدر من سلف مائي ينحدر من سلف مائي اما حمار قبان الثاني او الاخر ايها الاخوه فهذا ينتمي إلى الدودة الألفية ينتمي إلى الدودة الألفية حين ينفرد أو ينتشر ويمشي آه تستطيع أن تلاحظ أحد حمار خبان الدودة الألفية له في كل حلقة في حلقات طبعا له في كل حلقة من حلقاته أو في معظم الحلقات أربعة أزواج من الزوائد أبندجز يعني أو الأطراف ليس زوجان أربعة أزواج آه. يعني اثنان هنا واثنان هنا طبعا في اللغة الفصيحة انتبه نحن نقول زوجان لاثنين آه. زوج هو واحد فقط يعني رجل وامرأة مثلا هما زوجان وليس زوج واحد هذا من الأخطاء الشائعة أيضا في الحديث والكتابات العلمية أخطاء كبيرة إذا أردت طرفين تقول ماذا زوجان له زوجان إذا أردت أربعة أطراف تقول له ماذا أربعة أزواج يعني هو هذا الرجل زوج والمرأة زوج وهما زوجان هذا اه إذا أربعة أزواج اه لكل أما حمار قبان أيها الإخوة البحري فله فقط ماذا؟ زوجان عند كل حلقة وهذا فرق كبير لكن ليس هذا الفرق الوحيد ليس هذا إيه الفرق الوحيد بين هذا وهذا حمار قبان الدودة الألفية على ذمة علماء الأحياء بينه وبين الدودة الألفية مئات ليس عشرات يكتبون هكذا مئات المشابه طبعا هذا درس تخصصي عميق جدا وبعيد هذا مفصل ايش المشابه مئات قالوا واضح ان حمار قبان الدودة الألفية هو ايه؟ من جنس فعلا الدودة الألفية ايش علاقة هذا بموضوعنا اليوم وبالتطور وبالتشاكل؟ علاقته واضحة نتحدث عن حمار قبان أيها الإخوة في الشكل الظاهري وفي الصفات وفي السلوك يشابه تماما حتى يصعب التفريق بينه وبين حمار قبان الدوده الالفيه انه حمار قبان قشري بمعنى انه متطور من قشريات مائيه يعني لا نجده نحن يعوم في الانهار والبحار غير موجود هو يعيش في البر مثل حمار قبان الدوده ايه الالفيه لكن هذا متطور جرى عليه التطور وخرج من الماء واصبح ايه يعيش على البر ايش الدلائل؟ الدلائل كما قلنا له جلز، له خياشيم، وهو ليس حمار قبان الدود الألفية بدليل أنه لا يتوفر على أربعة أزواج عند كل حلقة. بينما الأول يتوفر على أربعة أزواج وليس على زوجين فقط. عجيب. إذاً الرغم المشابهة الظاهرية، لكن هناك فرق لا يفسر إلا بالتطور. ما هو جده الأصلي؟ ما هو جده. الاصلي جده الاصلي كائن بحري وهذا لا منحدر من كائنات ايه ارضيه بريه تعيش في البر ولا تعيش في البحر شيء غريب هنا ايضا التطور ينجح التطور ينجح ويفسر يستطيع ان يفسر نعم على ذكر القشريات على ذكر القشريات القشريات ايها الاخوه والاخوات طبعا منها ايه الجمبري منها الكرابس السرطانات المختلفه من الهرمت كرابس السرطانات الناسكه هرمت كراب سموه السرطان ايه الناسك مشهور هذا وكبير اه في اليابان يهتمون به وفي اصناف منه وعجيب يعني حتى في نوع من السرطانات اليابانيه تشابه اوجه مقاتلي الساموراي شيء غريب وهذا يعني يعني حير العلماء حين تراه شيء غريب مثل مقاتل الساموراي نفس الشكل لماذا كيف ما الذي حصل ما الذي حصل هنا أصبح نوع من الانتقاء مش الطبيعي انتقاء خليط بين طبيعي وبين صناعي يعني أكيد عبر إيه الأزمان مئات ألوف السنين كان الصياد الياباني حين يصطاد هذا النوع من السرطان يهابه طبعا ويكرمه ثم يتركه والأخرى تؤخذ وتؤكل بمزيد من الزمان إيه تكاثر هذا إيه السرطان طبعا قد يكون أفراد معدودة أو حتى فرد واحد لأول مرة بالطفرة أخذ هذا الشكل أخذ هذا الشكل جميل طفرة هذه وبهذا الانتخاب الصناعي أعطيناه فرصة ايش؟ أن يمتد وأن يستمر وأن يعيش على كل حال يمكن أن تذهبوا وأن تبحثوا عن يعني هذا الشكل شكل عجيب ومثير لكن ما فيه طبعا بأساطير طبعا أساطير معينة وروح السمرة ودخلت البحر وكذا كلام فارغ لا لا العلماء لهم اي مقاربات طبعا علمية وأكثر موثوقية من مثل هذه اللغة الأسطورية طيب القشريات كما قلنا يعني الجمبري وأنواع السرطان المختلفة جراد البحر أيضا من القشريات من القشريات إذا قارنا بين الهياكل العظمية وبين الهياكل القشرية ما الفرق؟ في فروق الفرق الأول الهيكل العظمي في الفقريات مثلا البرية يكون إيه؟ داخليا ويتم حمل البدن الرطب أيها الإخوة غير الصلب عليه مثل الهيكل العظمي لدينا الهيكل القشري عكس هذا تماما هو هيكل صلب خارجي يحتوي سائر البدن اللزج الطازج في داخله لحمايته إذن هذا هيكل داخل صلب ويعتمد عليه سائر البدن الطري وهذا هيكل قشري صلب خارجي يحتوي بداخله سائر الجسم الرطب الطري العكس لكن كما قلت في بدايه الحلقه هناك سيمتريه في القشريات هناك سيمتريه فعلا لدينا ايه الخطه الحلقيه الخطه الحلقيه مثل تقريبا ما في الهيكل العظمي في الهيكل القشري ايها الاخوه لدينا انابيب صغيره صلبه تشكل دوائر او حلقات كل حلقه منها ترتبط بالتي قبلها وبالتي بعدها تماما كما ترتبط إيه؟ العظام في الهيكل العظمي بطرقها الخاصه هذه ترتبط ايضا هذه مرتبطه وهذه مرتبطه جميل ثم هناك ايه الخيط العصبي من البدايه حتى النهايه لكن يختلف من جهه ماذا انه يسري في الجهه البطنيه وليس في الجهه ايش العلويه في الجهه البطنيه تمام سباينال كورد لدينا معروف كيف يجري في القشريات لا العكس يجري في الجهة البطنية بعدين هذه القشريات إذا ذهبنا إلى إيه؟ إلى رؤوسها مثلا كأنواع السرطانات والجمبر كذا نجد زوائد بعضهم يسميها زوائد لواحق أطراف بعضهم يستسل ويسميها قرون استشعار أنتني يعني هي في الحقيقة إيه؟ هي زوائد خمسة دائما خمسة تطول هنا تقصر هنا لكن خمسة هذه مشاكل هذه مشاكل تؤكد ان كل هذه القشريات على اختلافها ينميها ماذا؟ جد مشترك واحد نفس الهيكل نفس النظام كله وخمسه ايه؟ ابندجز او خمسه زوائد او اطراف في رؤوسها او اطراف في رؤوسها من هنا ومن هنا قرن او قرين الاستشعار الاول ثم قرين الاستشعار الثاني ثم الفك السفلي ثم الفك العلوي الأول الفك العلوي الآخر خمسة في كل القشريات نفس هذا النمط يتكرر نفس هذا النمط يتكرر هذا بحد ذاته يؤكد أنها كما قلت تنتهي إلى جد مشترك تطورت من جد مشترك واحد من جد مشترك واحد جميل إذا لدينا مشاكلة على مستوى الهيكل العظمي لدينا مشاكلة على مستوى الهيكل القشري الآن لدينا مشاكلة على مستوى دي ان إيه، على مستوى على مستوى الجيني على مستوى الوراثي هذه مشاكلة قوية وعميقة بدأنا الآن ندخل تيبر يعني أعمق وأعمق مشاكل على مستوى الجيني ما معنى مشاكل على المستوى الجيني طبعا هذه من كل المخلوقات الحيه حيوانات على اختلافها ونباتات ايضا. يعني المشاكل الجينيه ليست فقط بين الانسان والشمبانزي والانسان والانسان وقرد البابون، لا ألا بين الانسان والتفاح، والانسان والدراق، والانسان والقرنبيط، والانسان والموز. كل المملكه الحيه نباتيه وحيوانيه. لكن تقترب وتبتعد بحسب ماذا؟ ابتعاد واقتراب الانواع. فالمفروض اذا إذا كان في تطور وتطور وقع وحصل بالفعل أن تكون هذه المشاكلة أقرب كلما اقترب أي نوعان من بعضهما أو أحدهما من الآخر تطوريا يعني المشاكلة الجينية بين الإنسان والشمبانزي ينبغي يعني أن تكون إيش أقوى مشاكلة فالحقيقة الحقيقة إيه الآن هذا هو الثابت وبأدلة كثيرة بما فيها المشاكلة على مستوى الدي إن إيه بعض الناس يقول كيف كيف تحسب كيف تتقصى هذه المشاكل على مستوى الدي ان اي لها مستويات كثيره لها مستويات كثيره وطرق التحقق من هذه المشاكله في كل مستوى تختلف تجريبيا تختلف نحن سنحاول ان نشرح بعض هذه الطرق ان شاء الله طبعا اخواني واخواتي المشاكله ممكن تكون على مستوى عدد الكروموزومات مثلا نقول لكن هذه خطه غير معتمده لانه الاختلاف في زوج واحد فقط يضرب المشاكلة. أنت انتهينا ما في مشاكله ممكن تكون على مستوى عدد الجينات نفس الشيء مقاربه ضعيفه الاختلاف في جين واحد من ثلاثين الف جين تنتهي المشاكله لكن العلماء لا يعتمدون المقاربه على هذين المستويين عدد الكروموزومات عدد الجينات مش هذا المهم طيب ايش طيب اول شيء اول مستوى مستوى المشاكله الجينيه او الوراثيه المتعلق بالشفرة كيف يتم التشفير كوديرونج يعني كيف يتم التشفير للبروتينات المختلفة صحيح؟ كيف يتم التشفير؟ يتم التشفير أيها الإخوة باللغة التي نعرفها جميعا ودرسناها إيه في الثانويات يتم التشفير بهذه اللغة إذن المشاكلة على مستوى ماذا؟ التشفير يعني اسلوب التشفير، لغة التشفير الآن وليس على مستوى ما يشفر له الآن لن نهتم بالبروتينات نفسها طبعا هذا وجه آخر مشاكلة ومهم أيضا على فكرة ولكن الآن لا نحن سنهتم بماذا؟ بالمشاكلة على مستوى لغة التشفير، أسلوب التشفير، كيفية التشفير واحدة في الحيوان في النبات في كأف. واحدة نفس الأسلوب ونفس اللغة نفس اللغة في النبات كما في الحيوان نفس طريقة التشفير وبعدين في عنا إعادة حروف الدي أن إيه تتابع القواعد النيتروجينية تتابع القواعد الآزوتية هذا في كل الكائنات بنفس الطريقة طبعا مرة أخرى سنقول سيأتيك الخلقوي أو التكوني ليقول إيه طبعا لأنه هذه طريقة الله تبارك وتعالى الله عز وجل هذا أسلوبه وهذا الاسلوب معتمد دائما مثل وإله المثل الاعلى كاتب او شاعر يكتب قصائد شعريه مختلفه لا يستنزل واحده من اخرى ابدا وهذه قصيده رثائيه وهذه حماسيه وهذه ملحميه وهذه غزليه ما في اي علاقه لكن فقط المشابه على مستوى ماذا على مستوى التشفير يشفر لهذه المعاني الشعريه بنفس ماذا اللغة بنفس أحرف اللغة العربية الثمانية والعشرين ويكتبها بالقلم نفترض إذا كتبها يعني فقط لكن هذا لا يعني بالمرة أن هذه القصيدة خرجت من رحم هذه القصيدة ولولا هذه القصيدة ما خرجت هذه أبداً أبداً ما علاقة أو كاتب يا سيدي كاتب ذو تخصصات يكتب كتاباً مثلاً في الفلسفة وكتاباً في الوراثة الجزيئية وهذا حقل وهذا حقل ما في علاقة أو كتاباً في النقد الأدبي وكتابا مثلا في الرياضيات العليا، ما في علاقه على الاطلاق. لكن لغه التشفير واحده. فقد يقول الخلقوي هذا ما حصل. الكاتب هنا هو الله تبارك وتعالى، وهو الخالق لا اله الا هو. واستخدم لغه واحده، واستخدم لغه واحده. الى الان هذا مقبول. لكن هذا سيعجز ان يفسر مساله ماذا؟ مساله الاقتراب والابتعاد التي يفسرها التطور. التطور يقول لك ليش هذا اقرب وليش هذا أبعد؟ لأنه في تطور وهذا إيه؟ يشترك مع هذا في جد قريب عمره فقط خمس مليون سنة لكن هذا يشترك مع هذا في جد أبعد عمره سبعة مليون فهذا يكون على المستوى الجيني أقرب إلى هذا من هذا هنا التطور يشتغل إذا في منطقة آخر غير منطقة إيه؟ منطقة اللغة الواحدة أو الأسلوب الواحد أو الأداء الواحدة منطقة حتى نفهم بعمق طبعاً حتى نفهم بعمق والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته